السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد خفاجي. يا حبيبي كان شوت نزل ماسنجر فور ديسكتوب للفيسبوك على الويندوز. أول شي تقول هذا اللينك موجود تحت الفيديو فحطكم إياه، يعني بعدين تدوس على داونلود ناو، تدوس على ويندوز وتضغطون إلى أن يتم تحميل البرنامج اللي هو المفروض ما ياخذ وقت طويل. نرجعكم بعد تحميل الفيديو. أنا بعد تحميل البرنامج نفتحها. دوس على يس وبعدين دوس على نيكست ونصل الى ان يتم تحميل البرنامج. طبعا ما مفهوم ياخذ وقت. البرنامج هذا حلو، هو اللي ديسكتوب طبعا ما مدعوم من فيسبوك لكن معروف. ندوس على فينيش نروح الديسكتوب مالتنا وهتلاحظون ان مايقوت البرنامج موجودة. طبعا احنا نسمح نفتحها لان هي اصلا راح ينفتح برنامج واحدة. فننتظر يعني نفتح البرنامج. عم يحمل البرنامج أول مرة، المفروض ما ياخذ يعني أول مرة ياخذ وقت طويل، بعدين المفروض ما يطول. هو فتح. نكتب ال طبعا نكتب الإيميل والباسورد. نكتب الإيميل بعد طبعا يمكن الحساب مالتي برقم تليفون، فلازم تنزل رقم تليفون توصل يسار على التليفون ونزل هنا. نضغط الرسالة، وصلت الرسالة. طبعا يحتاج دونت سيف لان ما ادري يعني يكون ما يدخل، بس انت اذا تيجي تبقي على البرنامج فادوس له سيف. This was me. then اي خطوات ما تظهرك ما تظهرك، اذا مأكد تحتاج تليفون تظهر لك، اذا ما مأكد ما تظهر. طبعا السبب ما تظهر لي مرتين، لازم اعيد الخطوات مرتين، بس هذا دا يصير. نطلع يعني يتم تحميله وبعدين هاي البرنامج شغال. طبعا غطيت اسامي اصدقاء لان تدري معلومات خاصة وشي. فهذا شغلات انا ما سيدي سيارة طبعا ما جاوبني بيومها. وهذا هو البرنامج. اتمنى ان يعجبكم الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.